بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن خدنا فكرة عامة عن الريلينج وازاي ان احنا بنعمل كرييت للريلينج، وقلنا ان احنا لما بنيجي في الاركيتكت كده، وبعدين قلنا في الريلينج بندوس عليه كده اهوت بهذا الشكل، وبنرسم الريلينج اللي احنا عايزينه. لو انا جيت من عند السام هنا هلاقي في نوعين من الريلينج او طريقتين انا برسم بيهم او بعمل بيهم الريلينج، يا اما سكتش باس بنظام الباس او بليس اون هوس. واخدنا فكره بسيطه عن الريلينج. النهارده هنتكلم عن الستيرز. في نقطه مهمه جدا لازم احنا نعرفها بالنسبه للستيرز. ايه هي؟ اولا اي حاجة احنا كنا بنرسمها قبل كده في الريفت، سواء كنا بنرسم وول او ويندو رو وول او فلور او روف ايا كان، وبنيجي نرسمه احنا كنا بنرسم الاليمنت وبعد كده كنا بنعدل فين في البروبرتيز. تمام. الستيرز هو الحالة الوحيدة او الحالة اللي انت لازم تظبط الاول البروبرتيز، الانستنس بروبرتيز اللي هو ده والتايب بروبرتيز، وبعد كده ترسم السلم. ما ترسمش السلم او ترسم الستيرز وبعدين تظبط في البروبرتيز. ليه؟ لان الستيرز بيتعامل مع ليفل، وطالما هو بيتعامل مع ليفل خلاص ممكن السلم اللي انت هترسمه ممكن ايه يبقى اقل من ليفل او اعلى من ليفل 2. يعني ليه؟ لان انت عندك هنا في الستيرز اللي هو بيجيلك، او انت لما بتفتح امر الستيرز او بتشتغل بالستيرز بيبقى في ديفولت للايه للرايزر والتريدز. يعني بيبقى في الديفولت موجود مكتوب بتاع القايمه والنايمه، فانت هتيجي تسلم السلم وبعد كده تظبط في البروبرتيز السلم هيطلع معاك غلط. لازم الاول انا احسب ان انا بتعامل مع ليفل، انا بتعامل مع ليفل، يبقى انا لازم اظبط القايمه بتاعتي واشوف الارتفاع الدور كام، وبعد كده زي ما احنا هنشوف بعد كده، وبعد كده ارسم الستيرز بتاعي. دي نقطه مهمه جدا عشان نبقى عارفينها. طيب انا دلوقتي هبتدي ارسم الستيرز. عندي انا هنا في الستيرز لو جيت هنا هلاقي فيه سهم هنا صغير. تمام. واحنا قلنا قبل كده ولازلنا بنقول ان الستيرز مرتبط بالريلينج، يعني انا لو رسمت الستيرز هيترسم معاه الريلينج. يترسم معاه ايه؟ الريلينج. انا عندي في الستير هنا في ايه سهم، لو دوست على السهم هنا هلاقي ان في ايه امرين منيو كده، مدينا امرين، يا اما ستير باي كومبوننت يا اما ستير باي سكتش. طيب ايه الفرق؟ في الريفت 2012 وما قبل ذلك كان امر الستيرز كان حاجه اسمها باختصار ستيرز باي سكتش. الستير باي سكتش دوت كان بيترسم، كنا بنرسم الرايزر لوحده او نرسم الرايزر وبعد كده نرسم الباوندري ونشوف العرض بتاع التريد كام، 30 ولا 28، وبعد كده نرسم الباوندري او ريلينج، وبعدين نقول له في ليش مرسوم ايه الستيرز بتاعي. بعد كده هم قالوا ايه احنا لازم ايه نطور شويه، فجم بعد من 2012 حطوا حاجه اسمها ستير كومبوننتس. فانا لما اجي ارسم الستيرز بيجي عندي اتنين منيو، ستير باي كومبوننتس وستير ايه باي سكتش. لو انا جيت دوست على ستير باي كومبوننتس هبص الاقي ظهر لي ايه؟ ظهر لي الكومبوننتس نفسه. الكومبوننتس ده زي مجموعه الدرو اللي انا لما اي اليمنت برسمه وول فلور بيجي لي الايه؟ مجموعه الدرو دي برضو الجروب او الكومبوننتس بتاعت الايه؟ بتاعت الستيرز. يا اما هرسمها ستريت الستيرز بتاعي، يا اما هرسمها دائري او سبيرال، يا اما هرسمها على شيب على شكل ال او شيب على شكل اليو. تمام. طيب ده الايه ده بالنسبه للستيرز. طيب قال لك طب رن اللي هو ايه؟ رن اللي هو وحطوها ليه؟
قال لك عشان ترسمه على طول اوتوماتيك، يعني مش اوتوماتيك يعني بعد ما تظبط طبعا البروبرتيز بتاعك القايمه والنايمه وكل حاجه، تروح راسم ايه، ترسم السلم بتاعك، يقوم يترسم اهو. بص يترسم على طول ايه، اوتوماتيك. اللاندنج اللي هي القلب، الباسطه ما بين القلبتين بنسميها ايه، اللاندنج. طيب عندي هنا كريت سكتش، لو دوست على كريت سكتش ايه اللي بيحصل؟ بيحول لي، بيدخل لي جوه مجموعه تانية اسمها كريت ستير سكتش. خلي بالك، كريت ستير سكتش بتجيلي مجموعه درو جديده، زي مجموعه الدرو بتاعت الفلور والروف و الى اخره، الفلور والوول، تمام. وبيديني هنا باوندري ورايزر وستير، على اساس ان انا برسم الستيرز بالتفصيل تفصيلي، ارسم الاول الرايزر او ارسم باوندري وبعدين او الريلينج وبعدين برسم الرايزر، وقعد كده اعمل اتجاه الايه، الستير باس بتاعي، تمام. لو انا جيت هنا اهو وقلت له كانسل اديت، هيروح مرجع لي ايه، مش هيخرج جوه امر، مش هيخرج بره امر الستير، مش هيخرج بره امر الستير، لكن هيخرج لي ويرجع لي تاني الايه، الستير كومبوننتس، عشان تبقى عارف، تمام. ولكن لما اخرج كده خالص يبقى انا خرجت بره الستيرز. طيب في نقطة مهمة جدا كمان لازم احنا نعرفها، ان انا لما اجي اقول اركيتكت وبعدين اقول ستير وادوس على السهم ده واقول له ستار باي كومبوننتس، راح مدخل لي جوه الكومبوننتس. انا لما اخرج كده واجي عند الستيرز واقول له باتل باي كومبوننتس، اقول له باي سكتش، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي اداني مجموعه تانيه غير المجموعه اللي انا دخلت فيها، اللي هي جوه المجموعه بتاعت الستير كومبوننت. يعني المجموعه دي تختلف عن المجموعه بتاعت اللي هي لما اخش جوه الكومبوننتس، ومن الكومبوننتس اخش جوه الكريس سكتش، هبص الاقي المجموعه هنا بتختلف. دي ليها بس الاثنين وظيفه واحده، الاثنين ايه؟ وظيفه واحده بس. الفرق ما بينهم ان اللي هي باي سكتش ديت، اللي انا لو جيت هنا اهو وقلت له ستير وقلت له سكير باي سكتش، هو بالدهاني، بس هنا في مجموعه اتنين اللي هو اللاين والايه والسنتر اند، التاني بيديك ايه، مجموعه كبيره من الدرو، بس مش اكتر من كده. طيب دي اول نقطه او تاني نقطه اللي هي في الستير. يبقى احنا عرفنا الستير، انا لو كنت دوست على الستير كده هيجيب لي الايه، الكومبوننتس بتاعي. طب فتح لي الستيرز اكيد هيظهر لي ايه، البروبرتيز بتاعي. البروبرتيز بتاعي قلنا ايه، الانستنس بروبرتيز. لو دوست على السهم هنا اهو هبص الاقي بتجيني انواع من الستيرز اللي موجوده عندي، اسمبلد ستيرز وكاست ان بليس وبريكاست ستير. انا هختار ايه، هسك ستير اللي هي السلالم الخرسانيه، تمام. انا خدت دي، تمام. طيب لو انا نزلت تحت كده هلاقي ديزاين نمبر اوف رايزر، اللي هي ايه ديزاين نمبر اوف رايزر، اللي هو عدد السلالم بتاعتي اللي انا بقى ايه بقى بحددها. يعني انا عندي بقى ايه، كم عدد، كم درجه سلمه موجوده. هو هنا حاسبها لي 19، حاسبها لي 19 بناء على ايه، بناء على الارتفاع بتاع الدور بتاعي بتاع الليفل، وحسبها لي بناء على الرايزر بتاعي اللي هو الاكتشوال هايت، يعني 17 0.17 سنتي، تمام. فحسب ال 17 شاف عدد الادوار وقسمها على الارتفاع الهايت بتاع الرايزر، جاب لك الايه، عدد الايه، الرايزر بتاعك، تمام. طيب احنا هنعمل حركه حلوه قوي، ايه هي؟ انا عندي هنا ديزاين نمبر اوف رايزر، هو حاسب كام هنا؟ الهايت بتاعي 17. لو انا جيت زودت، زودتها شويه، بص ايه اللي هيحصل، 22 اهو، قلت له ابلاي، عمل ايه؟ خلاها كام؟ خلاها 15. يبقى اذا لما بزود اعداد الدرجات بيقلل في الارتفاع بتاع الايه؟ بتاع الرايزر، ولما
بقلل في الاعداد بتاعت الدرجات، بيروح مزود لي في الارتفاع بتاع الايه، بتاع الايه الرايزر. يعني انا لو جيت كده اهو قلت له خليها لي 27، قلت له ابلاي، بص ايه اللي حصل، عملها لي كام اهو 27، اداني كام، اداني 12. تخيلوا. طب انا لو جيت نزلتها كده اهو وخليتها خليتها كام 17، قلت له ابلاي اهو، بص بقى هو قال لي ذا اكشوال هايت اوف ستيرز از جريتر ذان ذا ماكسيمم. عايز اقول لك الاكشوال اكبر من الايه بتاع ده، هو عمل لي ارتفاع الهايت بتاع الرايزر كام 19. فدي نقطه علشان نبقى احنا عارفين، احنا هنخليها 22 وهقول له ابلاي، يعني ارتفاع الايه الرايزر هيبقى عندي كام 15، وقلنا التريد هتبقى كام الاكشوال تريد 30. خش بقى في الايديت تايب، في الايديت تايب عندي كالكوليشن رولز وعندي الكونستراكشن وعندي السبورت. الكالكوليشن الماكسيموم هو حاسبها لي كام 15، او بيقول لي انت عامل على اساس ماكسيموم رايزر هايت الارتفاع بتاع الرايزر 15، المينيمم تريد عندك 28، احنا عاملينها كام الاكشوال 30. طيب مينيمم رانز ويدث اللي هو ايه، اللي هو عرض القلبه بتاعتك انت عايز تعملها كام، خليها متر 10، احنا هنخليها ايه متر 20، ايه معموله متر اهو، نقول له ايه متر ايه 20. تمام. كالكوليشن رولز، ايه الكالكوليشن رولز ده؟ كالكوليشن رولز ده اللي هو لما بيحسب لي الميل بتاع السلم. يعني انا لو جيت انا قلت يوز ستير كالكوليشن فور سلوب اللي هو الميل بتاع السلم، حساب الميل بتاع السلم، قال لك هو حاسبها لك هنا مثلا 2 ل1، يعني 2 دايمه ل1 ايه؟ دايمه. خلاص؟ الكود بتاعنا عندنا بيبقى من 60 ل 63، هو عاملها 64 انت خليها 63 مش مشكله. تمام؟ وبعدين هتروح تقول له ايه؟ اوكي. وبعدين تنزل كمان ران تايب هنتكلم عليه بعدين عشان مش عايزين نتوه. تمام؟ وبعدين هقول له ايه؟ هقول له اوكي. يبقى انا كده ظبطت الحاجات الاوليه او الاولويات بتاعت الستريس بتاعي. تمام؟ طيب وبعدين هخش جوه الايديت تايب، نسينا حاجه، هخش جوه الايديت تايب واعمل دوبليكيت، اسميه ايه؟ اسميه انتري مونوليثيك ستيرز، واقول له اوكي. خلاص وبعدين هقول له اوكي. يبقى انا كده ايه ظبطت كل حاجه. طيب هرجع بقى امر الستيرز وهقول له رن، وهقول له ايه خلي بالك بمجرد ما ادوس على رن الاوبشن بار عندي ايه ظهر. طب وادوس على الستير اقرب شويه بقى كده، عندي هنا لوكيشن لاين. اللوكيشن لاين ده اللي هو اللوكيشن لاين بتاع الوول اللي انت كنت بتشتغل عليه وكنت بترسم عليه قبل كده في السنتر كور وفي السنتر وول وعلى رايت نفس الفكره. انا عندي هنا بيقول لي لوكيشن لاين رايت ران رايت، يعني لما يرسم السلم من على الايه على اليمين، وال الران سنتر في الوسط، والران ليفت اللي هو من ناحيه الشمال. الاوفست طبعا ده احنا عارفينه. الاكتشوال راين ويدز اللي هو عرض القلبه بتاعت السلم. الاوتوماتيك لاندنج، خلي بالك الاوتوماتيك لاندنج اللي هو عايز يقول لك ان انت لما بترسم السلم يلتحم معاه اللاندنج بتاعك، لان انت ممكن حبيت ترسم قلبتين من غير ما ترسم اللاندنج بتاعك اللي انت عايز تعملها. تمام؟ فاوتوماتيك لاندنج يعني ارسم لي معاه ايه؟ اللاندنج بتاعك. طيب احنا طبعا احنا بنخليها ران سنتر، بس انا عايز اخليها لما نيجي نرسم السلم اخليها ران ايه؟ رايت. ليه؟ علشان تشوف لما تيجي نقدر نسحب، وهنشوف ليه قلنا ايه؟ ران رايت. اقرب قوي كده بقى كده وبعدين اروح راسم، هلاقي تحت عندي هنا ايه بقى، بص بقى عندي هلاقي تحت عندي هنا ايه
في حاجات تنازلية اهي، خمسة وحاجات تصاعدية، ستة سبعة، احنا قلنا 22 رايزر، انا هناخد 11 و11، سبعة تمانية تسعة، وبعدين عندي الناحية التانية الريميننج عندي كام؟ 13، يبقى فاضل 12 11 اهو، بس كده تمام. يبقى فاضل 11 رايزر و11 ريميندر. هعمل كليك ماشي، بعد ما اعمل كليك، بعد ما اعمل كليك همشي اسحب كده، اسحب تمام، وادي اهو بالخط بتاعي ده، واروح اعمل كليك تاني، اعمل ايه؟ كليك تاني، وانزل تاني، انزل تاني، انزل تاني، 7 6 5 4 3 2 1 0، خلاص خلاص كليك، يبقى انتهى السلم بتاعي. يبقى كده ايه؟ انا خلصت السلم بتاعي. طيب خلي بالك بقى، انا هعمل كليك على السلم ده، اختار لي، اعمل لي سيلكت للقلبه الايه؟ الليفت، لا هاخد ده، اختار لي ايه؟ الرايت. طيب في نقطة، هل أنا ممكن أعدل في ده؟ هنعدل في ده، بس في نقطة أنا عايز أقولها لك، خلي بالك من الساين ده والأسهم ديت، أنت لو شديت ديت هتغير العرض بتاع الويدز بتاع القلبة بتاعتك أهي، بص بص كبرت عن التانية، فهمت؟ فمالك ما تحاولش إن أنت تتحرك في الإيه؟ في الساين ده، وقتها هنقول له كنترول زد. واحد يقول لي الله، طيب ده انا عايز عرض فانوس، عايز اغير فيه، عايز اعمل له اديت ليه؟ انت بتعمل ايه بقى؟ اعمل سيلكت لده ماشي، وبعدين من هنا اعمل موف. بص بقى اهو، بص ايه اللي هيحصل اهو، تبقى انت بتقرب ايه؟ الحاجه اللي انت عايزها ايه تمام. يبقى انت عندك كده اهو، تقدر تتحكم في الايه؟ في البتاع ده. ممكن انا اجيبها كده واكبر الايه؟ زي ما بيقولوا الفانوس تاني، وممكن ارجع تاني وارجعها تاني الى اخره تمام. وبعدين راح اقول له ايه؟ هقول له فينش. لما اقول له فينش هجيب ال 3 دي فيو بتاعي كده اهو، هبص الاقي السلم ظهر بهذا الشكل، هاخد ده واقول له ديليت، يبقى كده ايه؟ ظهر السلم عندي بهذا الشكل. طيب في نقطة مهمة جدا، هنعمل سلم تاني وبسرعة كده اهو، واعمل له في الفلور كده اهو، وبنفس الطريقة وهاجي وهقول له ستيرز. لما اجي ادوس على الستيرز هنا خلي بالك ايه اللي حصل، او في حاجة. طبعا انا عندي الرن وعندي اللندنج زي ما اتعلمنا، في عندي الريلينج هنا، هم عملوا ايه؟ دخلوا وظيفة الريلينج جوه الستيرز، وفي نفس الوقت خلوا الريلينج بره. بمعنى اخر ان انا لو جيت انا عايز اقسم الريلينج زي ما اتعلمت، هوجي عند الاركتكشر وبعدين اجي عند الريلينج، وقلنا في سامينو قلنا بندوس عليه عشان اذا كان سكتش باي باس وبليس باي اون هوست، وقلت لك السكتش باي باس لما احب ان انا ارسم اي ريلينج انا عايزه تمام، لأي ريلينج انا عايز ارسمه تمام، وليكن حامل سور، سور بلكونه الى اخره، بس منفصل. يعني ممكن ارسم الريلينج منفصل، وممكن ارسم الريلينج مرتبط بالسلم. لو هرسمه مرتبط بالسلم يبقى هاخد امر الستيرز، لو هرسمه منفصل عن الستيرز يبقى هاخد امر الايه؟ الريلينج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في الريلينج انا عندي هنا السهم بتاعي، لو دوست على السهم بتاعي هلاقي فيه امرين، امرين بحيث ان انت لو عايز تيجي ترسم الريلينج بتاعك هترسمه سكتش باي باس او سكتش باس، هتاخد امر الباس. طيب بليسنج اون هوست، بليسنج اون هوست بيقول لك ان انت لما تحب ترسم الريلينج بتاعك يا ترى هترسمه على تريد، على نايمه، ينزل على النايمه ولا ينزل على السترينجر، بس مش اكتر من كده. كده في طيب، وبعدين الستيرز جيت دخلت بقى، يبقى فصل الايه؟ الريلينج لما تحب ترسمه لوحده. لما دخلت جوه الستيرز، افرض انت رسمت الستيرز ورحت ماسح الريلينج اللي انت رسمته اللي معمول مع الستيرز، وعايز ترسم ريلينج تاني بداله،
تمام، فراح حاطين لك امر الريلينج كمان جوه الستيرز. يبقى هما حطوا الريلينج في امرين، امر خارجي وامر ايه داخل الستيرز. لو دوست على ده كده هيديني، هيقول لي ايه؟ هيقول لي انت الريلينج اللي انت بترسمه مع السلم، اللي بترسمه مع السلم عايز تخليه الريلينج الديفولت بتاعه ولا تخليه متر زي ما احنا زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، ولا باي 900 مللي بايب ولا فاحنا بنقوله قليله. طيب الريلينج عايز ينزل على التريد على النايمه ولا على السترينجر؟ هقول له لا خليه لي ينزل على ايه؟ على التريد. وبعدين اقول له اوكي خلاص كده، وبعدين اقول له ايه؟ فينيش. هقول له إيه؟ اوكي. وبعدين اجي ارجع كده هبص الاقيه نزل فين؟ نزل على السترينجر بتاعي. ده باختصار شديد جدا رسمه السلم احنا كده اخدناها بصوره سريعه. بعد كده هنبتدي ناخد تفصيل اكتر، بس انا كان اللي يهمني ان انت تفهم المنظومه، ان انا برسم السلم ازاي واحدد واشوف النايمه قد ايه. في حاجه كمان لازم احنا نعرفها في الستير، اي البرنامج حسب الارتفاع الرايزر، وهل وصل فعلا الليفل بتاعي ولا لا.